السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو نمو أسنان الأطفال والفك والأحداث اللي ممكن تحصل في ذلك الوقت وإزاي نتغلب عليها. أطفالنا طبعا أولا ربنا يهديهم جميعا ويبارك لنا لهم فيهم، هم قرة عين الإنسان، فلازم نهتم بيهم. والاهتمام بالأطفال بيبدأ من أول ما هو يبقى جنين. الموضوع ده مهم جدا. انا بخاطب كل امرأة حامل بقول لها خلي بالك جدا من اسنانك. يعني اغلب المصريات ما بيروحوش لدكتور اسنان اصلا، خاصة في حاجة شائعة ان ما ينفعش نروح لدكتور اسنان واحنا حوامل. لا بالعكس، دي اخر دراسة اثبتت ان 50% من حماية اسنان المرأة ان هي تروح في فترة الحمل وفترة الرضاعة ولو مرة او مرتين لدكتور الاسنان. هنبتدي البداية والقصة من الأول خالص الأولا، وهي حامل. وهي حامل الأسنان بتتكون جنينية في بطن الأم. يعني الكلمة الشائعة عند أغلب النساء إن هم بيقولوا لا ده سناننا باظت خالص في فترة الحمل. نعم، المرأة بتبقى تعبانة مش قادرة تدعك سنانها، عندها إفرازات هرمونية بتؤثر على التهابات اللثة وبتزودها شوية، ولكن تأثر على الأسنان نفسها وتضعفها، وابنها ياخد من الكالسيوم اللي موجود في الأسنان. ده خطأ شائع ومش لم يثبت علميا ان الأسنان بيؤخذ منها الكالسيوم. نعم، لو هي ما بتاخدش كالسيوم، يعني ما بتشربش لبن، ما بتاخدش الاقراص بتاعت الكالسيوم، مش بتاكل جبنة، مش بتهتم بالمواد الغذائية، ده هيأثر على صحتها، ولكن الجنين هياخد اللي هو عايزه منها عشان تكوين العظم وتكوين الأسنان. هياخد الحاجات دي منين؟ هياخد من عظم مامته، من العظم بتاع مامته كاملا في الجسم، ومن ضمنهم الفكين، الفك العلوي والفك السفلي. أما يأخذ من أسنان الأم الكالسيوم، لا ده خطأ شائع. طيب عايزين نقول للأم تهتم بأسنانها، تهتم بالمواد الغذائية المتكاملة اللي هي بتاكلها، عشان ده بيأثر ايجابا او سلبا على اسنان ابن حضرتك. الاسنان فيها جزء كبير قوي وراثي، يعني البعض مننا يقول انا بهتم باسناني كتير قوي ورغم ذلك في تسوس اسنان. البعض الاخر بيقول لا ده انا ما بهتمش باسناني قوي واسناني ما سوستش خالص. ده في جزء كبير، جزء وراثي. الحاجه الثانيه بقى المهمه اللي هو الاهتمام بالاسنان. يعني حتى لو كانت الجينات عند الانسان ان اسنانه هتطلع مش كويسه، لو هو كان مهتم باسنانه الجينات دي نفسها مش هتبقى اكسبريس ومش هتظهر وهيبقى تاثيرها قليل جدا. فعايزين نقول الام من الاول تزوري دكتور الاسنان مره او مرتين في فتره الحمل، ما تاخدش اي ادويه غير باستشاره الطبيب المتخصص. افضل وقت اللي هي تزور فيه طبيب الاسنان في الشهر الرابع والخامس والسادس. كل الابحاث العلميه بتقول ممكن تروحي له في السابع والثامن والتاسع، وممكن تخلع كمان في ذلك الوقت، ولكن بيبقى فيه بروكوشن معينه وفي ارشادات معينه عشان نتعامل معها بطريقه علميه سليمه. طيب المراه هتاكل صح؟ مش معناها تاكل صح يعني تاكل كتير، لا. البعض بيشتكي بعد الولاده ان هي المراه زادت قوي وتقول انا زدت 25 كيلو 30 كيلو، ده غلط. هو علميا من 11 ل 16 كيلو ماكسيمم اقصى حاجه. بعد الولاده مباشره بتنزل من 8 ل 9 ل 10 كيلو، بعد كده يبتدي النزول بالتدريج. فاحنا عايزينها تاكل ولكن اكل متوازن. طيب هتبتدي مع الولاده، اول حاجه بيبص عليها دكتور الاطفال بيبص على البق بتاع الطفل. بيبص البق على الطفل، ساعات بيبقى فيه ظهور لسنه موجودة بيسموها السنة الزائدة، بتبقى في المنطقة السفلية عند مكان القواطع. دي بتخوف الأب والأم جدا وبتزعجهم، وبيبقى حاجة غريبة جدا إن طفل مولود ومعاه سنة صغيرة خالص. السنة دي بنطمن كل أب وكل أم ما فيهاش أي مشكلة خالص، دي سنة زائدة، هي حالات نادرة جدا، ولكن السنة دي بتقع لوحدها بعد فترة. انت بس بتتخلع في حاله واحده، لما الام بتتاذى عند رضاعه الايه الولد وهي بترضعه، ساعات بيحتك بالحلبه فبيسبب الم شديد، فالطبيب في ذلك الوقت ايه بيشيلها بمنتهى السهوله والبساطه.
برضو الطبيب بيبص على الاسنان، ما يبقاش فيه لسه اسنان، فبيشوف على المكان بتاع خروج الايه الاسنان العلويه والسفليه. ساعات بيبقى فيه كيس كده لونه ازرق، ده برضو بطمنهم ما يخافوش خالص. ده معانا اتصال، اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا كنت عايزه مين معايا؟ بس نتعرف الاول، اسم حضرتك ايه؟ ايمان. اسم حضرتك ايه؟ ايمان. ايمان، اتفضلي يا فندم. انا عندي ابني عنده 5 سنين وبغسل له اسنانه قبل ما بينام يعني، بس برضه عنده حاجات كتير في اسنانه مسوسه، ايوه فمش فهم. عارفه اعمل له ايه تاني يعني. انا ممكن اعمل له ايه عشان اسنانه دي ما تسوسش كده؟ طيب انا هسأل حضرتك السؤال الاولاني بس، يعني معلش حضرتك لما كنت بترضعيه هو صغير كان بينام جنب حضرتك في الفراش ولا على سرير خاص بيه؟ طيب فقدنا الاتصال، احنا هنرد عليها دلوقتي تستمع لينا. كتير قوي من الامهات بتبقى تعبانه وغلبانه طبعا، بترضع الولد طول الليل ومرهقه جدا في تربيه الاولاد، فالولد بيرضع بالساعات، وغالبا زي ما بنقول كده بيقلب الليل نهار والنهار ليل، فالام بتبقى متعبه جدا، فبتخلي الولد وبترضعه وهو جنبها. دي مشكله كبيره جدا، بيبقوا شاريين له سرير وكل حاجه ولكن ما بينامش فيه خالص. دي مشكله كبيره في ايه بقى؟ ان الولد طول ما هو بيرضع الحلمه بتضغط على الفك وبتحبس جزء كبير من اللبن بتاع الام عند الفك العلوي. فلما الولد يبتدي يظهر له اسنان عند 6 شهور 7 شهور تبتدي الاسنان العلويه تبتدي تسوس. يطلع الولد نلاقيه وهو عنده 9 شهور 10 شهور كل الاسنان بتاعته بقت سودة خالص وبقت جذور. فدي مشكله ممكن يكون كان سببها كده بسبب الرضاعه الخاطئه. طيب لو هو عنده 5 سنين المفروض يكون زار طبيب الاسنان، راح مره ومرتين وثلاثه وشفناه. احنا نبتدي نشوف طبيب الاسنان من سن 2 ونص 3. استاذ حمدي. ايوه اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك، اتفضل يا فندم. اهلا بحضرتك. والله دلوقتي انا بس عاوز اسال سؤال بالنسبه للجير اللي بقى في السنان. ايوه فندم. هل ده بيأثر على اللثه بيضعفها مثلا وبيخلي السنان تتلخلخ بعد كده او حاجه زي كده؟ تمام يا فندم. ده حاجه. ايوه. الحاجه الثانيه انا كنت سنتي كده عضيت كده الشوكه اللي باكل بيها فعملت لي قلق في السنه. الف سلامه. الله يسلمك. فحسيت ان السنه طلعت سنه بسيطه كده لفوق. ايوه فاهم. انا عاوز اعرف البروز دوت يعني حصل ازاي او كده. تمام يا فندم. الله يخليك. طيب هرد على حضرتك، هرد على حضرتك حالا، اشكرك يا فندم. طيب طبعا الاستاذ حمدي بيتكلم على موضوع مهم جدا اللثه، وطبعا ده برضو بيهم اولادنا. في بعض الاولاد يبقى عندهم التهابات في اللثه شديد. مشكلتنا في الاسنان حاجتين اساسيتين، الحاجه الاولانيه التسوس، الحاجه الثانيه التهاب اللثه. انا في نظري ان التهاب اللثه يعتبر اخطر من التسوس. ليه؟ لانه قد يؤدي الى التسوس، وبيؤدي الى التسوس في اماكن سفليه تحت اللثه العيان ما بيشوفهاش وما بيكتشفش بعد كده المشكله دي خالص، غير بيبقى بعد لما نلاقي سنانه تبتدي توصل للعصب او بيلاقي التهاب حاد، دايما تلاقي اسنانه بتخر دم ومش عارف السبب ايه، فيبتدي يمتنع عن بعض الاكلات او بعض الطعام زي التفاح مثلا او الحاجات الناشفه، يقول لك لا بلاش. بعد شويه يصحى ساعات الصبح يلاقي على المخده في دم، كل ده التهابات في اللثه. فاستاذ حمدي طبعا عض على حاجه معينه او الشوكه او كده، فهو شكله عنده التهابات في اللثه، فدي طبعا عملت مشكله كبيره جدا. عشان عنده ترسب جيري فالسنه بتتلخلخت، انا بطمنه وبقول له لا روح لاقرب طبيب اسنان يشوف المشكله ايه بالظبط، هل السنه دي محتاجه تثبيت. الحاجه المهمه الثانيه، السنه دي لو قاعده بتخبط في السنه المقابله ليها الدكتور بيبردها بطريقه معينه علميه كده ان هي ما تبقاش بتخبط خالص عشان يبتدي الجرح بعد كده يلم بسرعه باذن الله. طيب نرجع بقى تاني للام. الطبيب البشري في الولاده بيطمن، وطبيب الاطفال بيطمن على الفكين العلوي والسفلي وبيبشر الام بالجنين. طيب بعد كده اول ظهور للاسنان اللبنيه عند 6 شهور. احنا عايزين ناخد قواعد عامه، ويا ريت نكتب بورقه وقلم النهارده. الاسنان السفليه بتطلع قبل الاسنان العلويه، يبقى دي القاعده العامه الاولانيه. الحاجه الثانيه، عند 6 شهور بتطلع اول 2 من القواطع السفليه.
بعديهم على طول بشهر واحد عند 7 شهور يطلع القاطع اليمين والقاطع اليسار. في نفس الوقت يبتدوا يطلعوا عند 7 7 ونص أول قاطعين الأسنان اللبنية. عند 8 8 ونص من الشهور يبتدي يطلع القاطعين الآخرين. دول اسمهم السماية، الاثنين الآخرين اسمهم الرباعية. طيب بعد كده يبتدي يظهر الأنياب، الأنياب السفلية. الأنياب السفلية بتطلع عند 9 شهور 9 ونص. طيب بعد كده نبتدي نلاقي بقى عند 12 سنة، لما 12 شهر لما يتم سنة كده هيبتدي ممكن ياكل حاجات، فيبتدي ربنا يخلق له ويبتدي تظهر الدروس السفلية، أول درس اللي هما بيسموه دي يبتدي يطلع عند 12 شهر والآخر يطلع عند 12 شهر. المقابل ليه اللي هو الدي العلوي، أول درس علوي يبتدي يطلع عند 14 شهر. يبقى احنا دلوقتي طلع لنا القواطع الأمامية في السنان العلوية والسفلية، طلع لنا الناب السفلي، طلع لنا الدروس الأولانية اللي هي الدي العلوي والسفلي. بعد كده يبتدي عند 18 شهر يبتدي يعني سنة ونص يبتدي يطلع الناب العلوي. بعد كده عند 22 شهر قبل ما خلاص قرب خالص على السنتين يبتدي يطلع له الدرس الآخر السفلي اللي هو آخر درس خالص ودرس كبير بياكل عليه بنسبة 70-80%. بعد كده يبتدي عند نهاية السنتين 24 شهر يطلع الدروس العلوية. يبقى عدد الدروس للأسنان اللبنية كام؟ 20، 10 في الفك العلوي و10 في الفك السفلي، موزعين 5 في كل جهة. بعد كده في الوقت ده بقى طبعا في اختلافات ما بين البنات وما بين الأولاد. البنات غالبا دايما بيبقوا سابقين الأولاد في كل حاجة، دايما بيسننوا بدري شوية، الأولاد بتتأخر، دي قواعد عامة. الحاجة التانية بنطمن كل أب وكل أم، مش معناه إن ابنك عنده 6 شهور وما طلعوش القواطع السفلية إن هو يخاف، لأ، في اختلافات من 6 شهور إلى 8 شهور وبعض الأبحاث بتقول إلى لغاية سنة، فمنخافش خالص خالص، بس الدكتور بيطمن وبيبص وبيشوف الوضع بتاع تلك الأسنان وبيشوفها وبيحس بيها بتبقى بارزة ولا لأ ومكانها إيه بالظبط. طيب الأم بقى في ذلك الوقت بيبقى لسه طفل صغير خالص بتوضعه أو بيعتمد على أكل بسيط قوي، تمسك قطنة مبلولة وتبتدي تنظف الأسنان دي كده، ما تاخدش منها دقيقة، ده كده تمنع أي تراكم للفضلات الطعام أو الأكل على السنة عشان تمنع تخمر تلك الأسنان بالبكتيريا اللثوية أو البكتيريا اللي بتسبب التسوس. الحاجة التانية النصيحة اللي بنصحها لكل أم وبقول لك أرجوكي أرجوكي أرجوكي، لو سمحتي بلاش الرضاعة الصناعي، خلينا مع الرضاعة الطبيعية. نعم ده بيأثر على نمو الفك، احنا مش بنتكلم دلوقتي على الأسنان، لا ده أنا بتكلم على نمو الفك نفسه العلوي والسفلي، وبتقلل التشوهات لنسبة 30%. متخيلين التشوهات؟ يعني واحد يبقى عنده بروز في الفك، عنده ضب، أو عنده الفك العكسي العكس كده، أو عنده مشاكل بتبقى من ضمن الأسباب ليها الرضاعة الصناعية. طيب لو المرأة دي عاملة أو مضطرية إن هي تفطم الولد أو بتستخدم الببرونة كتير، ياريت يبقى الببرونة ببرونة طبية. الببرونة الطبية بتبقى الجزء بتاعها الأخير اللي بيخش في الفم بتاع الطفل بيشبه الحلمة، فبتبقى الجزء السفلي منه ده بيبقى مشطوف عشان يبقى يماثل شكل الايه الحلمة، يعني يبقى شكله مدور من فوق ومن الجزء السفلي بيبقى فلات او مستقيم. طيب برضو بنقول بلاش التتينة كتير قوي عشان تسكت ابنها، تحط له التتينة كده كتير قوي، لا التتينة دي بتعمل تشوه في الفك العلوي لان لسه الفك ده بيبقى طري خالص، العظم بتاع الولد بيبقى طري خالص، اي حاجة بسيطة حتى لو بلاستيك ممكن تعمل تشوه في الفك. طيب الولد هيطلع له اسنانه لغاية السنتين باذن الله، دي السنان اللبنية طلعت خالص. في الفترة دي نروح نزور طبيب الاسنان كل سنة مرة ليطمن بس على الاسنان نفسها ومفيش اي تسوس، ما نسيبش اسناننا ولادنا، عشان لقوا في اخر بحث في 2013 في جامعه بوسطن الامريكيه لقوا ان السبب الاساسي الاول في العالم، ودي مفاجاه للناس كلها، للعصبيه، الانسان العصبي يقول لك اصل انا عصبي
لقوا ان السبب الاساسي للعصبيه ان الاولاد دولت كانوا سنانهم اصلا ابائهم مش مهتمين بيها، وكان عندهم نسبه التسوس عاليه جدا 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 جدا. فطلع بعد كده الطفل عصبي. ام رانيا اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. اهلا اهلا. انا بس عايزه اسال حضرتك سؤال. انا عندي حفيدتي عندها 10 سنوات. ايوه. بتنزل دم كده من اللثه وخصوصا الصبح، فمش عارفه يعني نعمل لها ايه؟ لما تستخدم الفرشه بتنزل طبعا اكتر دم يعني. حاضر يا فندم، حاضر. طيب احنا نشكر ام رانيا. ده كان الموضوع اللي كنا بنتكلم عليه من شويه اللي هو التهاب اللثه. يبقى الولد ده ما بيدعكش سنانه او بيدعك سنانه بطريقه خاطئه. الكتير قوي من الاولاد لما يجوا العياده يقولوا لي والله انا بدعك سناني. انا بيبقى معايا قرص صغير كده ملون لونه بامبا، بدي للطفل وبقول له امضغ الايه اللبانه دي او البونبوني ده. يبتدي الولد يمضغه، دي بتعمل صبغه في الاسنان لما يبقى فيها بلاك اللي هي الطبقة الأولانية اللي بيتراكم عليها البكتيريا وفضلات الطعام اللي هي بتسبب التسوس والتهابات اللثة. فلاقي تقريبا عند أغلب الأولاد ألاقي عندهم سنانهم كلها ملونة. البعض ساعات لما يقول لي أنا بدعك سناني كتير قوي أقول له طيب هات الفرشة معاك المرة الجاية وأنا بحط لك القرص ده، ويدعك سنانه في الأول. خلاص هو دعك سنانه المفروض ما يبقاش فيه أي بلاك خالص، يجي يحط القرص ده في بقه ويمضغه الاقي كل سنانه بقت ملونه في اماكن محدده. يبقى الولد ده ما كانش بيدعك سنانه كويس. الطريقه العلميه النصيحه اللي بقولها لكل اب ولكل ام ولكل طفل، يدعك سنانه لمده 3 دقائق. ايوه، دقيقتين بالفرشه يعني من غير معجون، ودقيقه واحده بالمعجون. وبلاش نحط معجون كتير كده زي الاعلانات كده، احنا بنحط جزء صغير قوي ده يكفي جدا ان هو بيمنع التسوس ويمنع التهابات اللثه. والف سلامه على حفيد حضرتك. طيب هنرجع بقى لموضوعنا تاني. السنان هنزور طبيب الاسنان قلنا، وطفلنا لسه صغير خالص، كل سنه مره عشان نلحق اللي احنا نشوف ممكن فيه تشوهات في الفك نفسه العلوي او السفلي بتطلع بدري قوي، لان في بعض العادات الخاطئه اللي موجوده عند الاطفال ودي طبيعيه لغايه 4 سنين 5 سنوات. زي ايه؟ ان بعض الاطفال بيمصوا صباعه، يحطوا صباعه كده في الفك العلوي ويقعد يمصه. البعض الاخر من الاطفال يقعد يعض على ضوافره، حتى لغايه الكبار دلوقتي تلاقيه يبقى مرتبك يقعد يعض في ضوافره. دي بتسبب مشاكل كبيره جدا خاصه وضع الاصبع ده. ولكن طبيعي من 4 سنين لغايه 5 سنوات حتى لما بتعمل تشوهات في الفك ده ربنا بيتحل المشكله مع النمو الطبيعي للطفل، مفيش مشكله. بعد 5 سنوات بقى نبتدي، لا لازم بقى نبتدي نهتم ونشوف المشكله دي ونروح لاقرب طبيب متخصص في تقويم الاسنان. انا عايز اقول معلومه الاول مهمه قوي. احنا حوالي 34,000 دكتور اسنان من الصغير للكبير، ولكن دكاتره التقويم عددهم قليل جدا. عددهم كام؟ 340 دكتور تقويم متخصص، يعني معاه شهاده تخصصيه في علم التقويم. يبقى العدد قليل جدا. طبيب الاسنان مجرد ما بيتخرج بيعمل كل حاجه، يعني بيحشي، بيخلع، بيعمل تركيبات ثابته، بيعمل تركيبات متحركه، بيعمل كل حاجه الا حاجه واحده بس اللي هي ايه لازم يتخصص فيها، اللي هي التقويم. يعني الطبيب البشري لازم يتخصص في العيون، يتخصص في اللثه، يتخصص في اي حاجه خاصه بالطب البشري، انف اذن وحنجره وهكذا. لا، اما طبيب الاسنان لا بيعمل كل حاجه، ولكن لو يتخصص في التخصص بتاعه الجراحي تخصص الحشو يبقى احسن واحسن. ولكن يجوز لي ان هو يعمل كل حاجه لانه درس كل الحاجات دي وابتدى يشتغل وهو في سنه ثانيه يشتغل على مرضى حقيقيين. الا التقويم بيدرسوا بس دراسه نظريه، فلازم يبقى متخصص في التقويم. فلازم لما نروح نودي ابننا لو حسينا ان في مشكله في الفك نفسه، مش في الاسنان بس، لا يعني مش لازم الاسنان تكون متلعبكه او في مشكله، نروح لدكتور متخصص في التقويم عشان يدلنا على الطريق الصحيح. طيب دلوقتي هنشوف التشوهات اللي بتحصل لما الطفل يحط ايده هنا كده. يا ريت نجيب لنا نجيب الصوره كده بتاعه الولد اللي بيحط ايده في بقه دي. الصوره يجيبها لنا معانا. طيب هو هيحضرها لنا على الكنترول ان شاء الله. طيب لا انا عايز الصوره اللي فيها بنت بتحط صباعها كده بقها. هتلاقي رقم 21 او 22 عندك.
طيب مفيش مشكله. الطفل لما بيحط ايده كده تلاقي الام ساعات تقعد تضربه، برده مفيش فايده خالص، يستخبى يعمل الكلام ده كله، يعمل الكلام ده في المدرسه. البعض الامهات بتربط حاجه على ايد الطفل عشان ما يعرفش يحط ايده نفسه، البعض بتحط صبار او بتحط حاجه، بنقول لها لا، كل الطرق دي ثابته علميا ان هي ما بتنفعش مع الاطفال خالص. طيب بنعمل ايه؟ بنروح للدكتور بياخد له مقاس بسيط خالص وبيركب له جهاز بسيط جدا بيبقى موجود في سقف الحلق هنا، بيمنع ان الطفل يحط صباعه جوه. اول ما بيحط صباعه جوه، شايفين الصوره كده الجمال ده، شايفين البنت دي بتحط صباعها في بقها. ساعات نلاقي حتى في امسك صباع الولد الاقي في علامه في الصباع نفسه، الصباع الكبير ده غالبا هم بيحطوا الصباع الكبير فنلاقي فيه علامه، فبيعمل تشوهات. بص نلاقي السنان العلويه والسفليه ما فيهمش تطابق خالص، ونلاقي في مسافه بينهم، نعرف ان الطفل ده بيحط صباعه. ساعات يحط القلم او غطى القلم. لما بيحصل كده المشكله في ايه بقى؟ المشكله ان اللسان بيبتدي يطلع في المسافه دي نفسها، فيبتدي يمنع خالص ان السنان دي تبتدي تنمو النمو السفلي بتاعها اللي هي العلويه او السفليه، ان هي تبتدي تطلع لفوق، فخلاص كده السنان دي مش هتلتقي مع بعض ابدا. ونلاقي قوي ونلاحظ قوي كده، لاحظ في ولاد حضرتك اول ما السنان بتطلع بتطلع مشرشره، عشان بتتكون بطريقه معينه كده بتبقى مشرشره على ثلاث اجزاء، مفروض مع الاكل والمضغ تبتدي ايه خلاص الشرشره دي بتروح، لا يفضل الانسان ده حتى لو كان كبير تفضل الشرشره دي موجوده على اسنانه على طول. ام احمد اتفضلي. ام احمد الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ايوه فندم اتفضلي. ام احمد سمحت يا دكتور، انا معايا بنتي جالها ضمور في المخ وهي عندها دور في المخ؟ عندها وهي عندها 6 شهور. ايوه وهي عندها 6 شهور. ايوه فهم. فدلوقتي للاسف صباعها ده بقى لها تقريبا، صباعها الابهام بقى لها تقريبا يطلع 4 سنين بتحطه في بقها وخايفه من اي حاجه حضرتك لسه بتقول عليها دلوقتي. ايوه فهم. تمام، البنت عندها 4 سنين دلوقتي. انا منه، يا ريت حضرتك تفيدني. طيب عندها 4 سنوات دلوقتي البنت؟ دلوقتي عندها 5 سنين ونص. عندها 5 سنين ونص، طب رحت لدكتور تقويم متخصص؟ طيب احنا هنرد على حضرتك. يا دكتور عاوزين الافاده من حضرتك. هقول لحضرتك حالا يا فندم، هروح اقول لحضرتك حالا. ها؟ يا ريت نجيب الصوره اللي بعديها على طول، عشان دي مهمه قوي، حضروا لي الصوره اللي بعديها على طول. لما البنت او الولد بيحط صباعه بعد قلنا ال4 سنوات او ال5 سنوات، لا نبتدي نقلق بقى، عشان الموضوع ده ممكن يعمل تشوه ويستمر بعد كده التشوه ده. فانا بنصحها ان هي تروح لاقرب طبيب تقويم ويشوف المشكله دي بالظبط ايه، ونحاول الاول نحلها نفسيا. يعني ايه نحلها نفسيا؟ يعني نقنع الولد الاول. ما ينفعش ان انا برضو اركب له اجهزه او اعمل له حاجه، هي مده الاجهزه دي ممكن لا تتجاوز 6 شهور، والموضوع ده ان شاء الله بنسبه 80 90% بينتهي عند الاولاد، ولكن الاول لازم نقنعه ونوري له صور ونوري له ان كده غلط ونشرح له عشان الولد يتعاون معانا. ممكن بالكلام بس معاه الموضوع ده يتحل. لو ما اتحلش بنركب له اجهزه معينه زي ما انا قلت كده، ويا ريت الكنترول يحضر لي الصوره اللي بعديها على طول بعد البنت اللي كانت حاطه ايه صباعها. طيب هنشوف موضوع الصباع ده، موضوع نحط قلم او نحط حاجه ده غلط، اللي احنا نعض على اللي بعديها يا ريت بقى اللي بعديها، وبعد كده هقول لك اللي بعديها كمان. طيب بص البنت الجميله دي الاموره دي بتحط طول النهار صباعها قدام، منعت حتى ان الاسنان العلويه ان هي تبتدي تظهر. بص المنظر بقى عامل ازاي؟ بقى ده دلوقتي حتى بيخلي ان الفك السفلي بصوا بارز كده ازاي في الصوره الجانبيه. طب نشوف كده بعد لما حطينا لها الجهاز ايه اللي حصل في البنت كده. الصوره اللي بعديها على طول مباشره. لا اللي بعديها على طول مباشره. بعد لما خلصنا على طول. اللي هي رقم 23 عندك. هيجيبها لنا دلوقتي، هيحضرها لنا. تمام. استاذ عفاف اتفضلي يا فندم. الو، اهلا وسهلا. السكه اتقطعت. طيب حاول تتصل معانا تاني ان شاء الله احنا معاك. طيب بنركب لها اجهزه وبطمنهم خالص ان السنان بتتقابل مع بعض وبتتحل المشكله، ودي مشكله بسيطه خالص جدا جدا جدا، وبنركب اجهزه بسيطه خالص زي ما بيقولوا كده الوقايه خير من العلاج.
طيب هنبتدي بقى الولد يبقى عنده يكبر شويه ان شاء الله، يبقى عنده 6 سنين. 6 سنين ده سن مهم قوي قوي قوي. يبتدي يطلع اول القواطع السفليه، وتبتدي تطلع الاربع ضروس اللي عنده اللي هي رقم 6. تلاقي ضرس خلفي خالص يبتدي يطلع ساعات الطفل وهو بيسن، سواء للسنان اللبنيه او السنان الدايمه، تبتدي حرارته ترتفع نص درجه شويه، يبتدي الورق يبقى مزرجن شويه، الام تحس ان في ورم بيحصل في اللثه. كل ده طبيعي مفيش مشكله خالص. طيب لو ارتفعت الحراره عن درجه ودرجتين وثلاثه، لا ده عنده مشكله، عنده حاجه في اللوز، عنده التهاب، يعني مش مالهاش علاقه خالص بالاسنان. طيب عند 6 سنين تبتدي تطلع القواطع السفليه، ودي بقى نقطه مهمه جدا بهمس في كل اذن كل ام. مشكله بتيجي كتير قوي عندنا في العياده، ان دايما الاسنان الدائمه بتطلع اسفل الاسنان اللبنيه، وتبتدي تاكل في الجدر بتاعها بالراحه 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 لغايه ما الجدر ده يبتدي يتاكل ويقع لوحده. يعني مفروض طبيعي اللي احنا الدكتور الاسنان ما بيخلعش الاسنان اللبنيه، هي بتقع لوحدها طبيعيا. طيب الا القواطع الاماميه اللي هي السفليه، الاثنين الاولانيين بيطلعوا مش تحتيهم، بيطلعوا وراهم شويه صغيرين، فتلاقي الام تلاقي سنتين طالعين كده فتحت اللسان. ايوه مدام استاذ عفاف، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا بس عايز اسال حضرتك. اتفضلي. انا بنتي اللي عندها 21 سنه، ربنا يخلي، وبدات اللثه تنزل عندها على اسنانها تغطيها خالص. ايوه يا فندم. ايوه. فممكن اعرف ده من ايه او سببه ايه؟ طيب حاضر، هرد على حضرتك حالا يا فندم، اشكرك يا فندم. طيب عندها 21 سنه، دي طبعا خلاص كده دي كبيره خالص ادلت. عندها اللثه ابتدت تنمو وتبتدي تورم. الواحد لما بيتخبط كده خبطه ولا حاجه بيلاقي ان في ورم في ايده وابتدي تحمر المكان. نفس الكلام ده بالنسبه للثه، تلاقي اللثه تبتدي تكبر، تبتدي تغطي ساعات الطربوش ده، يعني ساعات ما نبقاش شايفين السنان دي خالص او شايفين جزء منها صغير خالص. دي كلها التهابات في اللثه. وتلاقي بعض برضو الناس بيدعك سنانه تلاقيه بيجيب دم، فيقول لك لا خلاص انا بطلت ادعك بالفرشه عشان بتجيب دم. بنقول له لا، اول حاجه لازم تكمل اللي انت تدعك بالفرشه، لان ده بيبقى دم فاسد. الحاجه الثانيه المهمه قوي اللي انت لازم تروح لدكتور الاسنان، لان ده كده معناها ان في جير وفي التهابات في اللثه. لازم الدكتور يشيل الاول السبب ده نفسه، ويبتدي يكتب لحضرتك روشته وحاجات معينه. ده في معاجين دلوقتي وحاجات متخصصه جدا للثه، يعني خلال اسبوع بالكتير قوي هترجع اللثه تاني لمكانها الطبيعي ومش هيبقى فيه مشكله خالص باذن الله. طيب يبقى اول سنتين بيطلعوا عند 6 سنين، ساعات بيبقوا جوه كده عند اللسان من ورا، فالام تبقى خايفه، بنطمنها لا ده طبيعي خالص مع حركه اللسان المستمره التلقائيه، السنان دي بتطلع لايه؟ لقدام، وتبتدي تزيل الايه؟ الاسنان اللبنيه اللي موجوده مكانها. طيب لو قعدنا لمده 6 شهور كمان سنه ولسه السنان دي موجوده، لا لازم نروح للدكتور نشوف المشكله ايه، ممكن يعمل لنا اشعه نبتدي نشوف بالظبط ان الحركه بتاعتها او الوضع بتاعها سليم ولا غلط. طيب 6 سنين يقطع الضروس العلويه والسفليه، اول ضرس اللي هو رقم 6 ده ضرس مهم جدا، اوعى حد يخلعه، ده بيطلع مبكر قوي، فهتلاقي اكتر ضرس بيسوس عشان بيبقى لسه الطفل مش مهتم باسنانه قوي، وبيطلع له عند 6 سنين، ده هيفضل معاه مدى الحياه، فده ضرس مهم جدا. احنا عندنا السنان اللبنيه زي ما قلت قبل كده 20 سنه وضرس، اما السنان الدائمه 32، يعني معناها فيها زياده كام؟ فيها زياده 12 ضرس. يعني في 3 ضروس بيبتدوا يطلعوا اللي هم رقم 6 و7 و8 في كل ناحيه، يعني 3 في كل ناحيه. دول بيطلعوا من غير اسنان لبنيه، بيطلعوا على طول كده من غير اسنان لبنيه. طيب اول ضرس منهم بيطلع عند 6 سنين، فده ضرس مهم قوي، لازم الام على طول بتعود الولد وهو عنده 3 4 سنين ان هو يبتدي يدعك سنانه ويحاول يقلدها في دعك الايه؟ الاسنان لغايه ما تبقى عاده. يعني انا بيعجبني قوي في المدارس اليابانيه والصينيه ان في كل مدرسه لكل طالب في فرشه وفي معجون، ليه دولاب مخصوص، وبيبقى عشان الفرشه ما تتلوث بيحطوها في جهاز معين ان هو يقتل البكتيريا اللي فيها. يعني انا استغربت قوي لما بحضر مؤتمرات بره او جوه مصر، لما نشوف الجماعه اليابانيين في المؤتمرات في وقت البريك اللي هو وقت الراحه، تلاقي كلهم مش موجودين خالص،
تقعد تبص عليهم يمين وشمال ما تلاقيهمش. عارف تلاقيهم فين؟ حاجه غريبه قوي، عاده عندهم تلاقيهم كلهم في الحمام، ناس كبار ولكن بيقعدوا يدعكوا اسنانهم، كل واحد بيطلع فرشه بتبقى بتتقفل كده تحط في جراب معين شيك كده، وهو دكتور عظيم قوي قاعد بيدعك سنانه وبيتكلموا، يقعدوا يدعكوا اسنانهم بالخمس عشر دقايق وهم بيتكلموا، دي عاده عندهم. فطبعا عاده عاده كويسه جدا. احنا يمكن البعض مننا ما بيدعكش سنانه خالص، لا انا بنصح كل الاولاد لازم تدعك على الاقل مرتين يوميا. احنا بناكل كام مره؟ بتاكل ثلاثة، لو بتاكل عشرة يبقى تدعك عشر مرات، عشان البلاك ده اللي هو أول طبقة اللي بيتركب عليها بعد كده البكتيريا وبتسبب التسوس والتهابات اللسة بتتكون خلال ساعتين. يعني لازم حضرتك تدعك إيه؟ سنانك أول بأول بعد كل أكل. البعض بياكل ما بين الوجبات اللي بيسموها السناكس، الأكلات البسيطة جدا، برضو تدعك سنانك بعديها وتحافظ على أسنانك على طول. برضو النصيحة قبل ما أتكلم على ظهور الأسنان الدائمة، النصيحة يا ريت قوي من أول ما تبتدي تطلع كل الأسنان، يعني سنتين سنتين ونص لغاية 12 سنة، الفترة دي لو رحنا لدكتور الأسنان حطلنا جل معين بيبقى فيه فلورايد، ده بيمنع التسوس بنسبة 50%. يا 50% حاجة بسيطة جدا، وبيبقى موضوع بسيط خالص، إن الولد بيتمضمض بسائل معين لمدة دقيقة، أو بيحطوا له حاجات حديثة دلوقتي بنحطه جل لمدة 4 دقايق أو 3 دقايق حسب النوع بتاعها. بعد كده ده بيتفاعل مع طبقة المينا بتاعة السنة وبيكون طبقة اسمها الفلورو أباتايت. الفلورو أباتايت دي مادة قوية قوي، عزلة قوي، بتمنع التسوس للأسنان. طيب هنرجع تاني لموضوعنا. يبقى أول سنان هتطلع عند 6 سنين، هيطلع معاها الضروس العلوية والسفلية اللي هو أول ضرس يطلع. بعديها على طول عند 7 سنين يبتدي يطلعوا الاثنين التانيين من القواطع السفليه. طيب عند 7.5 يبتدي يطلعوا اول قواطع علويه، الاثنين الكبار دول اللي احنا قلنا اسمهم السنايا. طيب بعديها على طول بسنه عند 8.5 يبتدي يطلعوا الرباعيه اللي هي السنان القواطع العلويه الجانبيه. طيب 9 سنين بقى 9.5 اول انياب تبتدي تطلع للطفل، بتطلع الانياب الايه؟ السفليه. عايز اقول ان في فرق كبير قوي ما بين الانياب السفليه وما بين الانياب العلويه. الانياب العلويه هنطلع دلوقتي وهنشوف وهنعرف ان هي بتطلع متاخر قوي، بتطلع عند سن كام؟ عند سن 12 13 سنه. اما السفليه بتطلع عند كام؟ 9 سنين، 9.5. نيجي بقى عند سن 10 سنين، ده ظهور بقى الضروس بتاعه الايه؟ الاولاد اللي هم بيسموها الضواحك، اللي هو رقم 4 و5. بيبتدي الاول تحت عند 10 10.5، بعد كده 10.5 11 يبتدي يطلعوا الضواحك الايه؟ العلويه. يبقى احنا دلوقتي طلع لنا القواطع الاماميه العلويه والسفليه، طلع لنا الناب السفلي يمينا ويسارا، طلع لنا الضواحك يعني رقم 4 و5، مكان الاسنان اللبنيه الضروس الايه؟ اللبنيه. طلع لنا واحنا عند 6 سنين اول ضرس دائم يطلع. طيب عند 12 سنه يبتدي تطلع الضروس السفليه اللي هو رقم 7، بعد الضرس الكبير الاخير ده موجود يبتدي يطلع لنا ضرس تاني. في نفس الوقت ده يبتدي يطلع لنا ايه؟ الناب. الناب ده بقى ليه قصه لوحده، ده في جمعيه حتى يعني للانياب المدفونه في امريكا، يعني ده موضوع مهم قوي. الناب ده بقى بياخد فتره طويله قوي قوي، لانه بيجي منين؟ بيجي من عند ايه؟ الجفن السفلي، الجفن هنا كده من تحت العين، يبتدي يمشي مسافه طويله 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 لغايه ما يجي. مشكلته ايه بقى؟ ان هو بياخد مسافه طويله قوي. المشكله الثانيه ان هو بيطلع متاخر خالص، بيطلع خلاص بعد لما كل الضروس ابتدت تتكون الا ضروس العقل. ضروس العقل طبعا بتطلع عند 18 سنه، ابتداء من 18 سنه 21 22 تبتدي تطلع في ذلك الايه الوقت، بتختلف من واحد لايه لواحد ومن الرجال عن الايه عن النساء. طيب الانياب بتطلع ساعات، بعض الناس كده يبصوا كده، عايز اقول لهم روحوا عند دكتور الاسنان بالذات المتخصص في التقويم عند سن 10 سنين 9.5 10. احنا بنقول الانياب هتطلع كامل علويه هتطلع عند 12 سنه، بس بتعمل بروز كده في فوق خالص كده بيحسها دكتور المتخصص او من جوه، يبتدي يعرف مكانها بالظبط وهتنزل سليمه ولا هتحصل فيها مشكله بالظبط. فعايزين نقول ايه؟ نروح للدكتور بيعمل لنا ساعات اشعه كده لذيذه خالص ما اشعه بانوراما او اشعه صغيره خالص لو ما عندوش الاشعه البانوراما، يشوف اتجاه السنه دي نفسها.
اتجاه السنه دي لو لقاها مايله خالص عامله كده بزاويه معينه بنسميها سيجما، الزاويه دي مايله خالص نعرف ان السنه دي غالبا هتطلع في وضع غلط وهتطلع كده وهتبتدي ايه تعمل تاكل في الجذور بتاعت الاسنان العلويه، هتعمل مشكله خالص. فالدكتور بيبتدي يتدخل في ذلك الايه الوضع. يعني احنا عندنا هنا برضو صوره كده يا ريت يجيبها لنا اللي هي رقم 19 للسنان عامله ازاي لما تبتدي تطلع الانياب في المكان ده اللي هم بيسموه كده معلش بالبلدي بيقول لك ده اسنان اولادي عامله زي دراكولا. يعني السنان ايه بتبقى فوق خالص 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 وطالع الانياب. انا بطمنهم لا انت حضرتك جيبه لدكتور الاسنان حتى لو ما فيش مكان خالص في الفك، احنا بنحل المشكله دي بمنتهى البساطه. كنا زمان بنبتدي نخلع، دلوقتي عندنا حاجات حديثه من غير خلع. هناخد فاصل ان شاء الله. طيب هيبتدي يجيب لنا الصور معانا. طيب احنا هنبتدي بقى يعني كنا عايزين نجيب صور تانية وحاجات تانية كتير. انا هبتدي بس ادي نصيحة اخرانية بقى خلاص عشان افضل في الوقت كده دقائق قليلة قوي. انا هقول لكم بحث جميل قوي اتعمل في تايوان ده عشان نعرف اهمية الاسنان، وزي كانوا بيقولوا قديما يعني ان الانسان بيبتدي صحته بتبدأ من الاسنان. ده كلام صحيح. في تايوان شافوا في التأمين الصحي الاولاد اللي بتروح وبتروح كم مرة، عملوا على 100,000 طالب شافوهم بقى خلاص بعد لما كبروا، وشافوهم اللي عندهم في التأمين الصحي برضو عندهم أمراض في القلب أو أمراض أخرى، لقوا إن الأطفال اللي كانوا بيروحوا لدكتور الأسنان مرتين في السنة سواء في التأمين الصحي أو عند دكتور خارجي قلت المشكلات القلبية بنسبة 25% أو 24%. ياه يعني ممكن تحمي كمان القلب ابنك؟ آه ممكن تحمي قلب ابنك. يعني أنا أشكركم إن شاء الله نتقابل في لقاء آخر وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.